صباح السعادة على كل مشاهدي قناة الحدث اليوم. صباح السعادة من أولى حلقات برنامج صاحب السعادة في بداية شهر ميلاد الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال: تبسمك في وجه أخيك صدقة. صباح السعادة لكل الناس اللي بيحبوا بعض وبيبتسموا في وشوش بعض. صباح السعادة لكل الناس اللي مش بيعرفوا يسببوا أي أذى لأي حد. صباح السعادة لكل الناس المتصالحين مع نفسهم. صباح السعادة لكل الناس اللي مش بيبصوا في أرزاق حد ولا بينافقوا بعض. صباح السعادة لكل الناس اللي راضيين عن حياتهم وشغلهم ولسه متمسكين بعادات وتقاليد أجدادهم العظماء ومش بيقلدوا الغرب في كل حاجة. صباح السعادة لكل الناس. معايا ضيف في أولى حلقات برنامج صاحب السعادة، ضيف مميز، قامة كبيرة وعظيمة في مجال التعليم في مصر. تخرج من كلية التربية الرياضية جامعة بورسعيد بترتيب الأول على الدفعة. هو الأستاذ الدكتور جلال كمال سالم، أستاذ دكتور بكلية التربية جامعة بورسعيد، وقد شغل عدة مناصب منها وكيل كلية التجارة، ثم عميد لنفس الكلية كلية التجارة جامعة بورسعيد، وعميد أيضا لكلية العلوم جامعة بورسعيد، ثم نائب رئيس جامعة بورسعيد لشؤون التعليم والطلاب ورئيس نادي أعضاء هيئة التدريس. اهلا يا دكتور جلال، منور الاستوديو ومنور الدنيا كلها. اهلا بيك. ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ صباح السعاده. صباح الورد وصباح السعاده على حضرتك. صباح النور. وفي بدايه الامر يعني حابب اسال حضرتك، ما هي معايير اختيار نائب رئيس الجامعه لشؤون التعليم والطلاب باعتبار ان هذا المنصب منصب حساس؟ طيب، هو السؤال صعب شويه لكن انا هقوله من وجهه نظري. تمام. لان هناك معايير اخرى، والمعايير اللي من وجهه نظري اللي بتؤهل اي زميل انه يكون في هذا المنصب، لانه منصب من المناصب الحساسه جدا. دايما وكيل الكليه لشؤون التعليم والطلاب هو العمود الفقري. انا كنت دايما في اجتماعاتي مع الساده وكلاء الكليات اقول لهم ان وكيل الكليه لشؤون التعليم والطلاب هو العمود الفقري للكليه، وكذلك نائب رئيس الجامعه لشؤون التعليم والطلاب هو العمود الفقري للجامعه. معايير الاختيار بالنسبه لوجهه نظري الشخصيه، العمل ثم العمل ثم العمل ثم العمل. طب ماشي على نجه يعني فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. دي فخامه الرئيس في احدى لقاءاته قال العمل ثم العمل ثم العمل، كل ما يتكلموا اكتر يبقى العمل ثم العمل ثم العمل. دي نمره واحد، طول ما انا شغال ادائي بيظهر مع المجتمع الداخلي والمجتمع الخارجي سواء داخل الجامعه او خارجها. الجزئيه الثانيه، مدى تواصلك مع الطلبه بتوعك، لان دول شباب مصر. تمام. ودي نبقى في كونتاكت معاهم مستمر، حل مشاكلهم، تكون قدوه ليهم. تمام. تكون عندك القدره والمهاره على انك انت تستوعبهم في حل المشاكل اللي بتقابلهم، في تنفيذ رغباتهم، في تنميه شخصيتهم. كل دي وحده متكامله يجب ان تتوفر في من يتولى منصب نائب رئيس الجامعه لشؤون التعليم والطلاب ومتطلع على كل شيء ما هو جديد في العملية التعليمية. طب احنا ان شاء الله داخلين على بداية عام دراسي جديد، يعني ايه الخدمات اللي الجامعة بتقدمها للطلبة وخصوصا طلبة سنة أولى؟ الأول طلاب يعني سنة أولى في كل الجامعات المصرية بنعمل احتفال بيهم في بداية العام الدراسي، الترحيب بداية من وزير التعليم العالي الأستاذ الدكتور أيمن عاشور بيرحب بيهم لعميد لرئيس الجامعة إلى عميد الكلية. تمام، لحظة واحدة. ده اتفضل. تمام، اتفضل يا دكتور جلال. ده بنرحب بيهم اولا في بدايه العام الدراسي، وبنعرفهم بالمحتوى العلمي بتاعهم بتاع اللي هيدرسوه، وبنوضح لهم اماكن الكليات والمعامل والاماكن اللي هيتم تدريس فيها بالقاعات، وبيتم توزيع الجدول عليهم. دي بالنسبه لطلاب سنه اولى. ثم بتاتي بعد ذلك المهام الاخرى اللي بيقوم بها نائب رئيس الجامعه لشؤون التعليم والطلاب، اللي هي الانشطه الطلابيه، بحيث ان كل طالب عنده نشاط بنحاول قدر الامكان ان احنا نفرغ طاقته. برضو الخدمات الطبيه، اي طالب الله لا يقدر بيصاب باي شيء بنعالجه على حساب الجامعه. بنبني شخصيته. الجامعه بتبني شخصيه الطالب، ودي دايما ما قلت لابنائنا الطلاب ان التعليم موجود، هتتعلم هتتعلم سواء هنشوف لحضرتك صور على الشاشه. اتفضل. شوف يا دكتور جلال، حضرتك يعني من الناس اللي بتشتغل بوديد. صوره هنقف بس عندها دي، حضرتك كنت مع سياده وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي. تمام. كان في لقاء في بورسعيد وتم استضافته في الجامعه ورحبنا به، والحقيقه كانت من الزيارات الموفقه جدا لجامعه بورسعيد ولسيادته داخل
حرم الجامعة. تمام، ودي بعض الندوات برضو حضرتك بتقدموا حاجات وأنشطة كتير في جامعة بورسعيد. دي الندوات دي كلها ندوات توعوية لأبنائنا الطلاب، لا للمخدرات، كيف تحافظ على صحتك، كيف تبني مستقبلك، كل دي ندوات مهمة بنجيب فيها أساتذة متخصصين سواء لهم خبرة خارج صف الجامعة، فبنجيبهم يدوا محاضرات لأبنائنا الطلاب لتوعيتهم في جميع المجالات المختلفة. تمام. وزي ما قلت لحضرتك برضو احنا الهدف مش العمليه التعليميه بس، احنا الطالب هيتلقى العلم هيتلقى، الهدف ان احنا نبني مواطن صالح، نخرج شاب يقدر يخرج يبقى قائد في المكان، شاب يقدر يبني، يقدر يعمر مش يدمر، يعني ده الهدف من الجامعه. هو برضو يعني حضرتك يعني فكرت خارج الصندوق خالص، زي ما الرئيس على طول بينادي وبيقول وبيعمل وبيشتغل، فانت عملت حاجه في الجامعه مش موجودة في جميع جامعات مصر كلها، يعني مش موجودة خالص. يعني أنا حضرت كذا ندوة مع حضرتك وكان السبب في ده الدكتورة ميادة، دكتورة عندكم في كلية آداب، دكتورة ميادة عبد القادر. عملت أنت حضرتك حاجة يعني محدش عملها في جامعات مصر كلها، يعني هنشوف الصور برضو حضرتك. حضرتك عامل فرن عيش في الجامعة، في جامعة بورسعيد. دي حقيقة فعلا، دي ما حصلتش. دي حقيقة فعلا. دي الصور حضرتك، يعني دي حاجة كبيرة وعظيمة جدا. المفروض يعني المسؤولين يبصوا برضو يشوفوا الدكتور، يعني نائب رئيس الجامعة عمل ايه في الجامعة. يعني انت فكرت ازاي بكده؟ انا هقول لحضرتك، هي الفكرة دي جت لما قابلت لي مشكلة كان لازم افكر خارج الصندوق زي ما حضرتك اشرت وقلت. تمام. المورد كان بيجيب عيش في بعض الامور اللي الطلبة كانت بتشتكي منها. تمام. ورغيف العيش كان بجنيه وربع بالضريبه بتاعته في الوقت ده ساعتها يعني. والطلبه عندنا، انا عندي كان 2000 طالب في المدينه الجامعيه، عندي 4 مدن جامعيه فيها كل طالب بياخد 5 ترغيفه يوميا، 2 الصبح، 1 على الغدا، زائد 2 العشاء. فكنت بطلع 10,000 رغيف يوميا، والعيش ده شيء اساسي بالنسبه للطالب في المدن الجامعيه. فلما بدا الاقي ان الوزن المفروض يبقى 70 جرام، بدا بعض العيش يجي صغير شويه، بعض العيد فيه امور مش مظبوطه، ففكرت ان انا اعمل الفرن واشوف تكلفته كام. كلفني الفرن ما يقرب من 100,000 جنيه. دي كانت ميزانيه للخاصه من الجامعه ولا من يعني من الحسابات الخاصه من صندوق المدن الجامعيه؟ انا يعني عندي صندوق يعني انتوا برضه طبقتوا، الرئيس عامل صندوق تحيا مصر، فانتوا عملتوا صندوق جوه الجامعه. ما هو في صناديق داخل الجامعه، فانا وفرت رغيف العيش كنت بجيبه بجنيه وربع، باللي احنا عملناه، عشان برضه انا معايا فريق عمل ما ينفعش انكر مجهودهم. رغيف العيش وصل 40 قرش. فلما جت دراسة جدوى، أنا بخرج 10,000 رغيف في اليوم، بدل ما كنت بجيبهم بجنيه و40 ضربهم في 210 يوم. الطالب بيقعد عندي 210 يوم بالظبط في المدينة الجامعية، ما يقرب من 7 شهور أو 7 شهور و15 يوم. وفرت ما يقرب من 2 مليون إلا ربع سنويا، 1,875,000 جنيه بالحسابات بدراسة جدوى. عرضت الموضوع ده على سيادة المحافظ في بورسعيد لما كان موجود عندنا في استضافة الجامعة، فوضحت بدراسة جدوى ان الجامعه تقدر انها تفكر خارج الصندوق، وان احنا نقدر نعمل كل ما نجده جيد لابنائنا الطلاب. الطالب بدل ما كان بياخد 5 بدا ياخد 4، لما يعوز زياده ينزل يلاقي، بياخد عيش كويس جدا. كذلك ان شاء الله يعني في المستقبل بقى ربنا يعينه اللي جايين يقدروا يعملوا شيء من هذا القبيل. مشكور على الجهد العظيم ده دكتور جلال. وحضرتك واحنا جايين برضو اتكلمنا عن، انت حضرتك كنت قلت لي ان انت بعت حاجه لحد مسؤول عن منظومه التعليم اصلا في الجامعات. قصدي حضرتك المقررات الدراسيه. المقررات الدراسيه. انا وجهه نظري ان المقررات الدراسيه لابد وان تتطابق مع متطلبات سوق العمل. الله. الطالب لو اتخرج بماده علميه هيقدر ثم يتوجه الى سوق العمل يجد نفسه فاقد لما تم تدريسه نهائيا. فانا كانت وجهه نظري ان السادة رجال الأعمال لابد أن يكون في لقاءات مستمرة بينهم وبين أبنائنا الطلاب للتعرف على متطلباتهم، وبالتالي أقدر أخلي الخريج بتاعي أديله مقرر دراسي لما يتخرج يقدر يتعامل مع الشخص اللي هو هيروح يتعامل معاه أو مع الجهة اللي هيروح لها. تمام. وخبر حضرتك، لكن أنا بديله مادة علمية لما بيخرج بيلاقي حاجة تانية خالص. يعني لما خرج طالب كلية التجارة يروح يشتغل في بنك، اللي درسه مخالف تماما للي بيلاقيه في سوق العمل، فبتضطر البنوك انها تدي له دوره
دورة تدريبية عشان خاطر عشان يقدر يتأقلم مع زمايله في سوق العمل المطلوب. فعشان كده كنت أنا قدمت طلب للأستاذ الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات في إحدى اللقاءات مع حضراته باجتماع شؤون التعليم والطلاب، نحن عايزين نوحد المنهج العلمي لجميع كليات الجامعات المصرية. أنا أحط التايتل بمعنى إيه إن إحنا نوحد بمعنى إيه؟ يعني مثلا ادينا في أي مادة علمية زي مثلا المحاسبة أو إدارة أعمال أو أيا كان، أي كان. المادة كل عضو هيئة تدريس بيحط المحتوى بتاعه بناء على اقتراح مجلس القسم. أنا طلبت إن إحنا نوحد المادة العلمية في التايتل بتاع المحتوى العلمي، ثم تحت كل موضوع كل عضو هيئة تدريس يقول ينقل خبراته ويوضح وجهات نظره، وبالتالي هيبقى المادة موحدة لأبنائنا الطلاب كلها. ما يبقاش أنا مادة إدارة الأعمال بدي موضوعات مختلفة عن كلية أخرى بتدي برضو إدارة الأعمال. فأنا طلبت توحيد المحتوى ويكون داخل كل موضوع ما يتراءى العضو هيئة تدريس بأنه ينقل خبراته، لكن التايتل جوه المحتوى يبقى موحد بحيث ان احنا نوحد افكار واحده كلها. افكار واحده. ده كانت وجهه نظر. طيب بمناسبه الكتب المقرره الدراسيه بقى، هو لازم الدكتور يعني الطالب يشتري الكتاب بتاعه؟ لا، احنا ما عادش عندنا هذا الموضوع نهائي بان ده اكتر ده من بورسعيد ثلاث سنين ولا في جميع كل الجامعات المصريه الجامعات. الحمد لله. كانت مشكله بتقابل عضو هيئه تدريس انه الطالب محتاج الكتاب عشان يقدر يمتحن في الاخر، يعني هيجاوب منين؟ وبالذات في الكليات الكبيرة زي كليات التجارة وكليات الآداب وكليات الحقوق أعدادها كبيرة جدا، أعدادها طيب. رهيبة، بتلاقي في الـ في الـ في الـ في الدفعة 3-4000 طالب. فعضو هيئة التدريس برضو عايز يدي المادة العلمية بتاعه والطالب هيحتاج الكتاب، لكن دلوقتي أصبح الـ 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 الكتاب موجود على موقع الجامعة في كل الجامعات المصرية، والطالب يستطيع أنه يدخل على بياخد باسورد يدخل بيه يفتح يلاقي المادة العلمية بتاعته قدام منه. طيب هو سؤال أنا اتسألته أتفضل. يعني بما أن حضرتك يعني نائب رئيس جامعة وجامعة كبيرة زي جامعة بورسعيد، ففي طالب بيسأل هو فعلا أيام الامتحانات والتصحيح بتاع الدكاترة الأوراق بتترمي وكل واحد سؤال جميل جدا جدا جدا. هذا الكلام عالي تماما من الصحة. ليه بقى؟ مش موجود تماما. عضو هيئة التدريس بيستلم أوراقه داخل الكلية وحاليا ما عادش حاجة اسمها تصحيح يدوي، احنا خالص. بعدنا عن الذاتية دلوقتي. دلوقتي التصحيح كله إلكتروني في جميع الجامعات المصرية بنسبة 100%. يعني ما فيش اللي احنا ما عادش التصحيح الذاتي ان انا اخد الورق واقعد اصححه جوه البيت او جوه الاوضه او في مكتبي يعني او خارج. يعني الدكتور اصلا ما بياخدش الورق معاه ياخده معاه البيت الطالب بيخلص الاجابه بتاعته ام سي كيو بيطلع على الكنترول، الكنترول بيسلم كنترول التصحيح الالكتروني، التصحيح الالكتروني بيطلع شيت موجود فيه نتائج الطلبه في نص ساعه تظهر النتيجه. بس يعني الموضوع سهل وبسيط ما فيهوش اي حاجه يعني يعني هو من الطرائف ان يعني كان في حد بيتكلم بيقول الدكتور بياخد الورق معاه البيت فبيخلي المدام تصحح الاولاد يصححوا اي حد بيصحح فاجيب مقبول اجيب جيد جدا اجيب امتياز هي بالبركه وخلاص انما الموجود ده مش موجود خالص. الطالب دايما بيعمل اسقاطات على عدم يعني تفوقه في الماده او تميزه في الماده فبيعمل اسقاط انا رسبت في الماده دي اصل الدكتور بيعمل كذا. طب احنا لغينا لك هذا الموضوع تماما واصبح التصحيح بتاعك الكتروني لا يتدخل فيه عضو هيئه تدريس نهائي نهائي خالص وليس له اي صفه بالاوراق. طالب امتحن بيخش على الكنترول، الكنترول يدي كنترول الكتروني، التصحيح الالكتروني يطلع النتيجه في نص ساعه في كل ماده. تمام. طب يعني بما ان حضرتك نائب رئيس جامعه ايه الخدم ايه اللي يعني بصفه عامه الخدمات اللي حضرتك تنصح بيها الطلبه؟ هي الخدمات اللي الجامعه بتقدمها للطالب او عايز تقول نصائح الطلبه او نصائح للطلبه. انا عايز اقول يعني للطلبه بتوعنا اشتغل على نفسك كويس قوي، اجتهد، جهز نفسك لسوق العمل كويس قوي، في مجال لسوق العمل موجود ومتوفر. يعني انا ما عنديش قناعه ان الطالب يقول اصل انا مش لاقي شغل، لا في شغل، بس في شغل للي عنده سكيلز معينه. محتاج تأهل نفسك، محتاج تجهز نفسك لسوق العمل بره، وفي نفس الوقت استمتع بالجامعه، استمتع بالانشطه الطلابيه، استمتع بالخدمات اللي بتتالك الجامعه. وعايز اقول له
ان اللي بيحصل حاليا في مصر لو جيت تبص اذكرهم من 4 سنين مثلا ولا حاجه، بص على الطريق كان بيمشي طريق 10 متر كان بيمشي في عربيتين ثلاثه رايحه جايه، بص على الطريق دلوقتي بقى عامل ازاي. لا بسم الله الحمد لله يعني بقى في، بص على العشوائيات اللي كانت موجوده جنب بيتك دلوقتي ما عادش في عشوائيات في مصر، بص على اللي في الصعيد حياه كريمه كانت البيوت عامله ازاي بص عليها دلوقتي، بص على المشاريع اللي بتتعمل، كل ده تجهيز ليك انت مش لينا، احنا خلصنا احنا ادينا دورنا واشتغلنا وعشنا واجتهدنا، اللي جاي ده وبيتعمل في خلال قيادة سياسية واعية تحت رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كل ده ليك، المستقبل المدن الجديدة دي كلها ليك مش لينا، فالتجهيز ده كله للطالب للشباب للشاب اللي هيطلع يلاقي فرص عمل يلاقي خدمات يلاقي أماكن يسكن فيها، كل ده ليه. فعايز أقول له أهل نفسك كويس جدا للمرحلة الجاية، اشتغل على نفسك وما تيأس، ولو دخلت في محاولة في انترفيو وما نجحتش اوعى تفكر انك انت سقطت او انت مش كويس، لا بالعكس دي خبرة انت خدتها تتعلم منها مرة واثنين وثلاث وهتنجح في النهاية ولا تيأس ابدا. تمام، نصيحة غالية يا دكتور جلال. طيب في بنوتة صغيرة سألتني، هي بنوتة يعني بتقول لي بيرسخوا في عقولهم من دلوقتي وهم مثلا في اول ما بيدخلوا ويخلصوا المرحلة الابتدائية ويدخلوا المرحلة الإعدادية، بيرسخوا في عقولهم طب صيدلة هندسة. هو في حاجة اسمها كليات قمة وفي كليات مش قمة؟ يعني أنا لو ما دخلتش طب أو هندسة أو صيدلة أو أسنان أو ما شابه ذلك من الكليات اللي هي مش بنقلل من قدرها خالص طبعًا، بس طبعًا. الكليات التانية يعني دي يعني نلغيها مثلا؟ لا فده في كليات، في حاجة اسمها حضرتك نائب رئيس جامعة، في حاجة اسمها كليات قمة؟ السؤال ده سؤال جميل جدا ومهم قوي، عشان في ناس دلوقتي مخلصه الثانويه، عاوز اقول لحضرتك في ناس ما قدموش في التنسيق اصلا، يعني قافلين على نفسهم البيبان وقاعدين في الاوض، لا احنا انا كان نفسي ادخل طب، كان نفسي ادخل صيدله، كان نفسي ادخل هندسه. الناس دي تقول لها ايه؟ يعني تقول للطلب واولياء الامور أول من قبلهم. برافو عليك، اول حاجه عايز اقولها رساله لاولياء الامور، رساله لاولياء الامور، لا تضغط على ابن سيادتك في انك انت طول النهار تقول له ذاكر ذاكر ذاكر، انا عايزك تبقى دكتور، نفسي اشوفك دكتور، نفسي اشوفك مهندس، نفسي اشوفك ضابط، نفسي اشوفك نفسي اشوفك. هتدخله كلية القمة كويس، هل هو وصل للقمة؟ الله. يعني أنا دخلته القمة، هل هو وصل للقمة؟ علم ابنك كيف يصل إلى القمة مش تدخله للقمة. ما كم واحد دخل للقمة وكم واحد فيهم قمة؟ قليل. كم؟ برافو عليك، قليل. إذن يعني أنا أوصل للقمة في مجال التخصص بتاعي في الحاجة اللي أنا بحبها. يعني أنا عايز أقول لأولادنا الطلاب في كل الكليات، أولا ما فيش حاجة اسمها كليات قمة، كلها كليات على نفس القدر يعني والمستوى العلمي، حقوق اداب زراعه جميع الكليات هي بمستوى، مش هنبقى كلنا دكاتره، مش هنبقى كلنا مهندسين، مش هنبقى كلنا محاماه، لكن كل واحد فينا عنده مهارات وقدرات معينه كيف تصل بها الى القمه، مش انا ازاي عايز ادخل القمه. طب انت دخلت القمه خرجت منها ايه؟ ما وصلتش للقمه، نادرا ما وصل الى القمه، قليلا جدا ما يصل الى القمه في كليات القمه. ما عندناش كتير زي الدكتور مجدي يعقوب، طبعاً ما عندناش دكاتره في علماء موجودين، انما في ناس في مجالات تانية كتير. انت جهز نفسك ان تصل الى القمه، سواء بقى في كليه التربيه، في الرياضيه، في الحقوق، في الاداب، في التجاره. لو وصلت للقمه اعرف انك انت وصلت يعني لاعلى كليات القمه. ما نقللش من اي كليه موجوده، لا نقلل نهائي. تمام. نموذج قدام منك، انا لست من كليات الاهل، من اهل كليات القمه، انا استاذ في كليه التربيه الرياضيه، كليه التربيه الرياضيه، اخذت دكتوراه من المجر وترشيح شراكه. تمام، الحمد لله كنت الاول على دفعتي، تميزت بان انا في العمل الاداري توليت وكيل كليه التجاره 9 سنين وعميد كليه التجاره لفترتين سنتين او حاجه، لان كنت قائم بعمل كلية ثم نائب رئيس جامعه ثم اشرفت على عميد كليه العلوم. وانا لست من كليات القمه، اذا هي مهارات معينة يجب ان حضرتك تستغلها، لابنائنا الطلاب واولياء الامور لازم يوعوا لهذا الكلام، استغل امكانيات ابنك انك انت تأهله للحاجة اللي بيحبها، للشيء اللي هو يصل فيه الى القمة، مش انت عايز تدخله القمة واسيبه. طب انا دخلت القمة ما توفقش، حصلش توفيق، استفدت انت ايه؟ ولا اي حاجة. المهم يبقى ناجح في مجال، ضغط نفسي عليه وخلاص، بس كده. فالطلبة بتنتحر وطلبة ترمي نفسها، واولياء الامور انت ليه بتعمل كده؟ ليه؟ ما تسيبه، هو هيبقى ناجح، هيبقى ناجح اكيد يعني، لو انت استغليت ساعدته انه يستغل مهاراته هينجح.
رحيب أيصل للقمة. تمام بديه كده. حضرتك الندوات اللي بتعملوها في الجامعة، أنا مش بشوف ده في جامعات كتير، يعني ليه جامع بورسعيد بالخصوص اللي مهتمة إنها بتجيب فنانين وبتجيب ناس ذو علم وذو خبرة وكل فترة بيعملوا ندوات؟ دي حقيقة فعلا. الندوات دي بتفيد الطالب فيه. طبعا النهاردة لما أجيب قائد في مجال معين، يعني زي مثلا جبنا الفنان محمد صبحي، كنت مع حضرتك ايوه الفنان العظيم، استضفناه وبعتناه له، الاستاذ محمد التاجي برضو. طبعا الناس دي بتيجي تنقل خبرات، ما هو الفن ودور الفن. ابنائنا الطلاب اللي في كليات مختلفه ما عندهمش الكلام ده، فلازم يفهم دور الفن ايه واهميه الفن ايه وبيأدي ايه، ويشوف فنان زي الفنان محمد صبحي بيبقى متشوق ان هو يشوفه ويسمع له. برضو جبنا احد القاده العسكريين للجيش المصري بتاعنا، احنا طبعا يعرفوا احنا مصر فيها ايه، مصر ايه على الحدود الشماليه، مصر ايه على الحدود الجنوبيه، مصر ايه على الغرب، الجيش بتاعنا واقف ازاي، الجيش بتاعنا برضو في ندوه عن نصر اكتوبر، يعني اتكلم عن نصر اكتوبر عشان يعرفوا، لان الجيل اللي موجود حاليا ما يعرفش حرب 73، ما حضرهاش، فاحنا بنقول له جيشك اهو، جيشك موجود حماك، لولا ما كنتش انت موجود على ارض بورسعيد، على قناه السويس، على يعني كل شيء. هيبقى في اصلا جامعه بورسعيد، يعني كان الاول كان اسمها بور فؤاد، جامعه قناه السويس كانت تشمل السويس وبورسعيد والاسماعيليه، ثم انفصلنا عن جامعه قناه السويس واصبحت جامعه بورسعيد، جامعه السويس، جامعه قناه السويس. بتخدم كم منطقه حوالين جامعه بورسعيد؟ يعني الكثافه احنا في ناس بتيجي من المحافظات. طبعا احنا على حسب التنسيق والتوزيع الجغرافي، فاحنا بنستقبل الطلبه اللي التنسيق بيجي منين على التوزيع الجغرافي، وعندنا 4 مدن جامعيه، 2 بنات و2 بنين، بنقدر نستوعب ابنائنا الطلاب ما يقرب من 2500 طالب في المدينه الجامعيه. يعني عاجز عن الشكر يا دكتور جلال، نورتنا في برنامج صاحب السعاده، يعني كل الشكر والتقدير والاحترام لحضرتك، حضرتك جاي مخصوص من بورسعيد، نورت الدنيا ونورتنا. ان شاء الله باذن الله نلقاكم في حلقه قادمه ان شاء الله، الحلقه الجايه ان شاء الله هننوع عنها تنويه بسيط، هنتكلم عن الدولة المصرية والطريق إلى الجمهورية الجديدة، يعني كما قال سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي القاهرة الجديدة، العاصمة الإدارية الجديدة، فإن شاء الله هنتكلم موضوع مهم جدا في الحلقة الجاية مع قائد من قادة القوات المسلحة بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله رسالة يا رب دايما تبقوا مبتسمين وسعداء وفرحانين ومبسوطين، وربنا يسعد الجميع إن شاء الله بإذن الله. ودي نهاية الحلقة بتاعتنا خلاص، نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله بإذن الله.